السلام عليكم. ممكن نستفاد من خصيصات ان انت ترسم حائط معين وتبدا تقطع فيه مثلا كومبوننت واقول له موديلنج بليس واقول له ده وول مثلا وتعمل السور بالشكل دوت مثلا هتعمل اكستروشن بالشكل دوت اي حائط اهيت ونبدأ نعمل اوبننج معينة ونكررها هقول له كرييت فويد وممكن تختار اي فويد انت عايزها مثلا بالشكل دوت وهقول له انا عايز اظبط اللي انا شغال عليه هيكون هو دوت يعني لما تظهر هيقولك انت شغال على الحيطة ديت فهتقول له بقى انا عايز ارسم شكلين مثلا الشكل الاولاني هيبقى مثلا حاجة بالشكل دوت والشكل اللي هو في التوب هيبقى حاجة قريبة منها برضو وليكن مثلا حاجة بالشكل دوت أقول بس أوست 100 وأقول له دي خليه فيها نسيبها بالشكل دوت الشكل ده وتقول له بعد كده موافق هيبدأ يجيب لي الشكل بالطريقة ديت ده عبارة عن فراغ اهوت تقدر تكرر الفراغ دوت تقدر تخش في أي لحظة وتغير تخلي ده بدل ما هو 250 تخليه مثلا 100 لو انت عايز يبقى بالشكل دوت تمام هي الحتة هنا سمكها كام ممكن تخلي الحتة بسمك دوت الفراغ لو انت عايز تخليه يكمل خليه مساحة اكبر لو عايزه فجوة بس كده تقدر تتحكم فيها تقدر تقول له هنا بقى انا عايز اخده كوبي وتكرره او تقول له انا عايزه مصفوفة مثلا وتقول له انا عايز مثلا 10 هديك اول واحدة وتاني واحدة وانت كررهم بالشكل دوت في مشكلة دلوقتي تعال نشوفها نعمل مصفوفة اهيت واقول له array اقول له انا مثلا عايز 10 واتلي اول واحدة واخر واحدة بالشكل دوت هتظهر معايا هكذا ممكن تقول له انا عايز اشوفها رياليستيك تمام عايز تشوفها مفتوحة الناحية التانية تقول له edit وتيجي عليها واحد فيهم تقول له edit group تقول له ديت انا عايزها توصل الناحية التانية finish finish فيظهر معاك بشكل دوت طبعا تقدر ترسم اي شكل ظهرت اللوتس اي شكل انت عايزه ابدا اعمل لك الطريقة دي